في إطار الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، أطلق المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع وزارة الداخلية قاعدة بيانات وإحصائيات العنف الأسري تكاتف، وذلك بحضور دولي رفيع المستوى يضم ممثلين عن الأمم المتحدة تتقدمهم سعادة السيدة فوموزيلي ملابو ألوكوكا وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومديرة إدارة الأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية السيدة إيناس مكاوي. وأكدت سعادة الأستاذة هلا الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن مملكة البحرين مساهم أساسي في الجهود الدولية الرامية إلى مناهضة العنف ضد المرأة، مشيدة بما وصلت إليه العلاقات من تطور بين مملكة البحرين ممثلة في المجلس الأعلى للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في كل ما يتعلق بقضايا المرأة. وأوضحت الأنصاري أن قاعدة بيانات وأحصائيات العنف الأسري تكاتف تهدف إلى رصد ومتابعة مختلف حالات العنف الأسري من خلال منصة إلكترونية متطورة لسجل بيانات موحد لحالات العنف والتغيرات التي تطرأ على وضع المرأة المعنفة. وأشادت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بالجهود الوطنية التي بذلت في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2013-2022، وثمنت الأنصاري جهود وزارة الداخلية وجميع الشركاء من المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية. من جانبها نوهت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة بجهود مملكة البحرين في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين ورصد ومتابعة حالات العنف ضد المرأة، وأشادت بتعاون مملكة البحرين الفعال مع الأمم المتحدة في كل ما يتعلق بقضايا المرأة. وأشارت السيدة لوكوكا إلى أن جهود المجلس الأعلى للمرأة في إطلاق قاعدة بيانات موحدة لرصد حالات العنف ضد المرأة تأتي بالتزامن مع حملة دولية لمناهضة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله. بدوره قال السيد أحمد بخوة مدير إدارة تقنية المعلومات في وزارة الداخلية أن قاعدة بيانات وإحصائيات العنف الأسري تكاتف تهدف بشكل أساسي إلى دعم جهود المجلس الأعلى للمرأة في عمله على رصد ومتابعة حالات العنف ضد المرأة في مملكة البحرين. وقال: نواجه تحديا أن البيانات المتعلقة بالعنف ضد المرأة حاليا موزعة على جهات عديدة، وبالتالي الازدواجية في تسجيل عدد الحالات والاختلاف في التصنيف. زيارة السيدة فوموزيلي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في إطار تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين المجلس الأعلى للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة العام الماضي، فكان أحد الاتفاقات بأن يتم فتح مكتب تمثيلي لليو إن وومن في مملكة البحرين في مقر أو في مبنى الأمم المتحدة، وذلك لمتابعة بنود هذه المذكرة. طبعا المذكرة طموحة جدا وتتناول جوانب عديدة، منها تبادل الخبرة، تبادل الخبرة بين مملكة البحرين والأمم المتحدة فيما يتعلق بجوانب تقدم المرأة، وإلى أي حد قدرت مملكة البحرين أنها تنجح في الإيفاء بالتزاماتها تحت مظلة منهاج عمل بيجين أو اتفاقية السيداو أو غيرها من الخطط العديدة التي تصدرها الأمم المتحدة، وتنجح مملكة البحرين على الدوام في الإيفاء بهذه الالتزامات. برنامج عمل الوفد الزائر اليوم غير فتح مكتب تمثيلي لهم، قرروا أنهم أيضا يروجون لحملة دولية يرعاها الأمين العام للأمم المتحدة عن موضوع العنف ضد المرأة، فانتهزنا هذه الفرصة في الحديث عن جهود مملكة البحرين فيما يتعلق أيضا بمعالجة ظواهر العنف الأسري اليوم. فتكلمنا عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف الأسري، تكلمنا عن قانون العنف الأسري، تكلمنا عن قانون الأسرة الذي صدر مؤخرا، وأيضا تناولنا العديد من المؤشرات التي تهم المجتمع الدولي والذي نثبت من خلالها مدى تقدم مملكة البحرين في معالجة موضوع العنف الأسري. شكل إطلاق خطوة تكاتف وفتح UN Women في البحرين هو خطوة تساهم في الحفاظ وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، ولا شك أن الدور البارز الذي يقوم به مجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة سيدي جلالة الملك، يعني الجهود الواضحة التي يقوم بها المجلس والأمانة العامة للمجلس والفرق كلها المشتركة بين المجلس وبين الجهات الأخرى أدت لأن نقول بكل ثقة أن احنا تعدينا مرحلة تمكين المرأة.
وأن مسألة يعني حماية المرأة من العنف الأسري هي من الأولويات، وأن إطلاق مثل هذا البرنامج تكاتف بالتعاون مع وزارة الداخلية هي من الخطوات التي نشيد بها جميعا، سواء كنا المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أو المجتمع المدني، وهي خطوة لا شك تعد من الإنجازات الحقوقية الرائدة لمملكة البحرين. هذه المبادرة راح توفر كل الدعم والوقاية من كل أنواع العنف تعرض للمرأة، وأحب أقول أن العنف تعرض للمرأة هو عنف عالمي، ولكن ونحن في هذه البلد التي فيها الرخاء وفيها التواصل الاجتماعي الجميل، بما أن نحن في بلد في جزيرة، وعادة يكون السلوك العام للجزيرة هو التسامح وهو الأسلوب الجميل في التعامل، أكيد راح نستفيد منها. بشكل أساسي عملية رصد المعلومات راح توجه العاملين على تقديم هذه الخدمات على دراسة الاحتياجات وتوجيه الخدمات للأشخاص التي فعلا يحتاجونها، وباعتقادي كل نساء البحرين فخورين فيها.